اوكي يا شباب، انا طبعا قدامكم عداد، زي ما انتم شايفين العداد بيعد 10 ثواني. يلا بسرعه يا شباب انزلوا حطوا لايك واشتراك، والا هقتل الحمار الغلبان ده يا شباب، هقتل ابو صابر الغلبان ده. انزل حطوا لايك واشتراك لو عايز تنقذ ابو صابر بسرعه، لان اللايك اصلا ببلاش والاشتراك ببلاش. هتنزل دلوقتي هتلاقي في زرار تحت عامل كده، تدوس عليه تخلي لونه ازرق او اسود، بعد كده تروح على كلمه اشتراك او سبسكرايب وتدوس عليها، وخلاص الوقت خلص. ودلوقتي شباب لازما اخلي الحمار ده يعيش، لانكم فعلا حطيتوا لايك واشتراك. انا نزلت في اللافا، انتوا عشان حطيتوا لايك واشتراك يا شباب انا ما اقدرش ان انا اموته، ولازم انا افك يا شباب عشان حطيتوا لايك واشتراك. خلاص اهو اول مره يا شباب الحيوان اللي معانا ما يموتش، ليه؟ عشان انتوا حطيتوا لايك واشتراك. عايزين نوصل المقطع ده، انا بتحدى جيش المكمليون، واصلا مش من حقي ان انا اتحداهم لان انا من جيش المكمليون الاسطوره يا شباب. فانت دلوقتي انزل اضغط لايك، وشايف كده انت مش مشترك تابعني على الانستجرام. لو عملت خدعه من خدع النهارده روح تابعني على الانستجرام، النهارده في خدعه غريبه ومستحيله، فاللي هيجربها يعمل لي منشن على الانستجرام تحت في الديسكربشن، روح اعمل لي فولو. عايزين يوصل 40,000 يا شباب، ما فاضلش غير 2000 وفي ناس بتتحداني، ولكن انا بثبت لهم ان جيش مكمل كبير وهيوصلني 40,000 وبس. خليكم مع المقطع. اوكي يا شباب طبعا دلوقتي جينا بالخدعه الاولى من اغرب خدع التيك توك. جربنا خدع كتير الحلقات اللي فاتت، ولكن اتوقع ان خدع النهارده هتكون رهيبه جدا وما بتنفعش غير في ماينكرافت الجوال، وفي نصها تقريبا هيبقى في ماينكرافت في الكمبيوتر. طبعا لو اللي هتظبط في الجوال اقول لكم، واللي هتظبط في الكمبيوتر اقول لكم. فيلا بينا يا شباب. زي ما انتم شايفين ده جاب كوماند بلوك عاديه، بعد كده حطها وجاب مع ليفر حط فوقيها، بعد كده هيعمل ايه دوت؟ بصوا بقى. اوكي لازم نحفظ الامر ده. اوكي يا شباب اهم حاجه الامارات ديت، عشان خاطر الامارات ايه الامارات دي؟ سلاش تايم ادد 1000، بعد ما حط 1000 عمل طبعا عشان ليل ونهار يبقى يتعمل بسرعه، لازم تعمل تايم سيت داي زي ما احنا بنعمل. لكن بص يا شباب ده عملها ازاي، خلى الليل والنهار يجوا ورا بعض بطريقه سريعه جدا لما عمل الليفر وخلاها تشتغل مره واحده. تعالوا نجربها نشوف هتظبط ولا لا. اتوقع انها مش هتظبط، ولكن لو ظبطت هياخد تقييم عالي يا شباب، شكلها رهيب جدا. يلا بينا نجربها، ليتس جو. طبعا زي ما انتم شايفين الجو عندنا بايظ جدا، ولكن احنا عايزين نظبطه صح؟ لا هنعمل سلاش ويزر كلير. ولو عايز تظبط التايم سيت داي بتعمل سلاش تايم اهو يا شباب، بعد كده سيت داي. اوكي طيب دلوقتي احنا عايزين الليل والنهار يبدا يجي بسرعه وبالشكل اللي احنا شفناه في الفيديو. طبعا انا مش شايف، لا في شمس يا شباب. طيب كل اللي احنا هنعمله هنعمل سلاش. اوكي تقريبا هي معايا في الانفنتوري هنا اهي يا شباب، هي الكوماند بلوك دي. اوكي يا شباب اهم حاجه الكوماند بلوك دي، وواحد ليفر. طبعا الليفر برده اهم حاجه لانك هتستخدمه في انك تشغل الكوماند بلوك. طيب اهم حاجه بقى الامر ده، الامر ده لازم تظبطه يا شباب ويكون مظبوط. طبعا ان احنا هنعمل زيه بالظبط 100%. هتحط الليفر فوق. اوكي هتحط الليفر فوق، بعد كده تحط الامر اللي هو سلاش تايم، بعد تايم ادد. اوكي ادد، بعد كده 1000. اوكي يا شباب هنكتب 1000 زي ما انتم شايفين بالظبط كده، كان الامر كده. بعد كده اخليه على اخر واحده، وبعد كده قفل الكوماند بلوك. بعد كده المفروض ان انا لو شغلت الليفر الليل والنهار هيبدا يجي بطريقه سريعه جدا. فاحنا دلوقتي ايه اللي ظهر الشاشه دي؟ انا عايز افهم ايه اللي ظهر. يلا شباب جاهزين، 3 3. اوكي دول 3 2 1. شوفوا يا شباب، لا 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 استنى استنى بتقف ازاي؟ شوفوا الليل والنهار قاعد بيجي بطريقه سريعه جدا. يا الله يا شباب ثانية يا الله. شوفوا بصوا تقدروا توقفوا الوقت زي ما انتم عايزين، ممكن اوقفوا كده واقوم جايب الليل. بص يا شباب تقوم فاتحه وتقفله تاني تجيب نص الليل يا شباب الفجر كده. اوكي دام والله رهيبه. اوكي هي وحش حاجه فيها ان هي بتجيب لك كوماندات على الشمال، تقدر انك تقفل الشات ولا هيبان منها اي حاجه. بصوا 3 2 1. اوكي يا شباب بصوا الليل والنهار، دام الشمس والقمر بيجوا. والله مش مسرع الفيديو، بصوا مش مسرع الفيديو كل حاجه تمام، ولكن بصوا الكوماند بلوك رهيب جدا. فطبعا يا شباب اهم حاجه اللي هيظبط الخدعه دي تيجي على الانستجرام بتاعي قدامك على الشاشه عشان خاطر تبعتها لي، ولكن اتوقع ان هي من اسهل الخدع لحد دلوقتي، ولكن شكلها رهيب جدا يا شباب. يلا بينا على الخدعه اللي بعدها، ليتس جو. اوكي يا شباب انا طبعا جينا دلوقتي بالخدعه الثانيه من اغرب خدع التيك توك. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب الخدع من اول خدعه كده حاسس ان هي تبقى اسطوريه جدا، والفيديو ده هيبقى رهيب جدا. فيلا بينا نكمل. زي ما انتم شايفين يا شباب جاب اللافا وحطها على بيضه السلحفاء، ولا بيضه السلحفاء اتاثرت. وزي ما انتم شايفين يا شباب هيكسر الانفل على البيضه، ولا بيضه السلحفاء، مع انها بيضه يا شباب. انتم متخيلين انت لو جبت بيضه كده يا شباب ممكن تتكسر، ولكن لو وقف عليها على طول بتتكسر. بصوا حتى بيضربها بالاسهم ولا كان يا شباب، لكن الحاجه ديت انا حاسس ان هي مودات وعمرها ما تحصل شباب، لان البيضه ديت شكلها مش طبيعي شويه، مش زي بيضه السلحفه، ولكن في نفس الوقت شباب بيضه السلحفه عمرها ما تستحمل الكم ده. فيلا بينا نجربها، ليتس جو.
اوكي يا شباب، انا طبعا احنا هنجرب عليها كل حاجه زي ما شفنا في الفيديو بالظبط. هنجرب عليها اللافا، هنجرب عليها كل حاجه حرفيا. طبعا انا مش عارف شكلها عامل ازاي، ولكن احنا عايزين نعمل الصفحه كده عشان نبقى شايفين كويس. اوكي يا شباب، طيب دلوقتي بصوا، احنا هنجرب عليها التي ان تي، وهنجرب عليها اللافا، وهنجرب عليها البو يا شباب. اهم حاجه البو، انتوا عارفين البو ده اهم حاجه يا شباب، لان ما اتوقعش اتوقع ان الكروس بو والبو يا شباب. هنجرب عليها الاثنين. اوكي، وهنجرب عليها ايه تاني يا رب؟ الانفيل. اوكي انفيل، انفيل، اوكي انفيل، اوكي انفيل، انفل مش انفل، انفل يا شباب كده. اوكي بس يا شباب كده اتوقع الحاجات دي جاهزه جدا، ولكن اهم حاجه يا شباب هي بيضه السلحفاه. طبعا هي الفكره اصلا ايه؟ طبعا زي ما انتم شايفين سي سي تيرتل ايج. اوكي بيضة سلحفة البحر، اتوقع ان هي اسمها كده صح يا شباب؟ يلا بينا. طب اول حاجة هنجربها على البيضة، هنحط واحدة بس كده زي ما انتم شايفين. بعد كده نحط فيها مثلا اي بلوك بقى، مش شرط مثلا اي بلوك يا شباب، مثلا نحط فيها البلوكة دي مثلا كده. وبعد كده يا شباب هنحط انفيلات كتيرة. هل تتوقعوا بقى دلوقتي هل البيضة تتكسر اول ما الانفيل يتشال، ولا هي كانت مودات والراجل ده بيضحك علينا مثلا؟ اوكي يا شباب، اوكي طبعا مش هحط كتير، مش شرط كتير يعني، المهم ان احنا نجرب. اوكي كده اتوقع ان هم كويس جدا ان هم يكسروا بيضه اذا كانت في الحقيقه او في ماينكرافت. جاهزين؟ 3 2 1 هاو. طب انا لو مشيت عليها على طول بتتكسر، دام. طب ازاي؟ طب هنجرب مثلا معاه التي ان تي. طب يا شباب انا هخلي مثلا واحد تي ان تي هنا كده، ونولع التي ان تي. طبعا اتولع ازاي؟ لازم فلنت، يعني اتولع بايه؟ كابل اكيد، فلنت يا شباب. اوكي فلنت 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 فلنت. اوكي يا شباب ونولع. هل تتوقع؟ ما اتوقعش ان هي تصمد ابدا يا شباب. يلا هنشوف البيضه دلوقتي ايه اللي هيحصل لها. اوكي لا يا شباب عمرها ما اوكي عمرها ما تصمد زي ما انا قلت يا شباب. طب الكروس بو، مع الكروس بو يا شباب هل تتوقع تصمد ولا لا؟ وات بيضة من حديد دي ولا ايه يا شباب؟ طب اوكي بالبول عادي. واو شباب البيضة عمرها ما تفرقع يا شباب، مع انها بيضة. ازاي بلمسة تفرقع يعني بضربة ايد تفرقع، وبضربة بوم ما تفرقعش؟ ازاي يا شباب؟ طب مثلا هنجرب لو ولعنا فيها بالفلنت. اوكي اوكي هنولع حوالينا كده ونسيبها تولع شوية قبل ما نجرب اللي بعدها يا شباب. هنجرب اللي هي بتاعت ايه؟ طبعا احنا نسينا واحدة صح، احنا نسينا واحدة هي اللافا. اوكي يا شباب اللافا، ولكن عايزين نحطها بطريقة بحيث ان احنا نشوفها بعديها. اوكي كده، اوكي يا شباب المفروض ان هي تتحرق لانها بيضة، انا اللي كسرت طبعا دي. اوكي كده اتوقع ان اللافا غطيتها في كل مكان. نوقف بقى اللافا ونشوف ايه اللي حصل لها. اوكي يا شباب نوقف بس اللافا. اوكي نوقف اللافا كده تمام. البيضة لسه موجودة. ايه البيضة الحديدية دي يا شباب؟ تتوقعوا عشان السلحفة ظهرها ناشف كده يا شباب، تبقى هي؟ اكتبوا لي تحت في الكومنتات، ولا دي مودات؟ مش عارف والله يا شباب، بس زي ما انتم شفتوا البيضة عمرها ما اتكسرت، والله خدعة رهيبة. يعني انتم ممكن يا شباب تحطوا ديت لو الأعداء مثلا هيضربوا عليكم ببو، تقوموا حاطين كذا واحدة كده في الأماكن اللي هي العالية، يعني مثلا تقوموا عاملين السور ده كده يا شباب كده أهو، وتقوموا حاطين فوقيه بيض كده يا شباب، بحيث إن لو في عدو ولو جه يضرب ببو تبقى أنت محمي. عمرها ما تتكسر، بص أهي بص عمرها ما تتكسر. ايزي يا شباب جربوها وابعتوا لي على الانستجرام. يلا بينا على الخدعه اللي بعدها، ليتس جو. اوكي يا شباب ودلوقتي جينا بالخدعه الثالثه من اغرب خدعات تيك توك. خدعه النهارده دي رهيبه جدا يا شباب، وتقدر تخوف فيها اصحابك. فانت دلوقتي هتعمل مشاركه للمقطع ده من تحت شباب، تعمل له مشاركه كده وتنشره لصاحبك وتقول له تعالى اجرب فيك ولا ما تقولوش تعالى اجرب فيك الخدعه دي، اعملها وجربها فيه. طبعا ده بس اوعى توريها له، اوعى تعمل له مشاركه بس اوعى توريها له. اهم حاجه يا شباب اكتب لي تحت في الكومنتات هتعملوا المقلب ده في مين، ويلا بينا. ولو انتوا عايزين نعمل المقلب ده في مين اكتبوا لي تحت في الكومنتات. حط طبعا اوكي اوكي يا شباب، طبعا حط تحت زي ما شفتم، حط البسون، بعد كده حط فوقيه سلايم، بعد كده حط فوقيه سوسن، بعد كده حط فيه ستاند، بعد كده لبس الستاند دروع الزومبي وزي ما انتم شايفين يا شباب. طيب اوكي بعد كده طالع تمام. اوكي طلع بريد ستون. اوكي هيعمل ايه المجنون ده؟ برش بليت. اوكي دي تراب تقريبا يا شباب، بيعمل تراب. اوكي قبر بيعمل لو هيطلع كده ديام. بص اما يدوس. اوكي يا شباب الخلعه دي رهيبه جدا، اكتبوا لي تحت في الكومنتات نجربها في مين، وانتوا هتجربوها في مين اكتبوا لي تحت في الكومنتات. ومحدش يرسل لهم اوعى ترسل لهم المقطع ده تمام. وتابعني على الانستجرام لو عملتها في صاحبك وخوفته، تعالى وابعتها على الانستجرام ويلا بينا نشوفها. يلا بينا.
اوكي يا شباب، ورجعنا لكم بالخير على الاسطوريه. طبعا جهزت كل حاجه زي ما انتم شايفين، وهنبدا دلوقتي نحفر طبعا 3 في 3 شباب، بحس ان هو طبعا حفره 3 في 3، فاحنا نحفر زيه 3 في 3. اوكي يا شباب، طبعا اتوقع ان انا نزلت تحت سيكه ولكن عادي يا شباب. طيب اول حاجه حطها ستيكي بيستون، بعد الستيكي بيستون حط السول ساند، ستيكي بيستون بعد كده السلايم، بعد كده السول ساند. اتوقع ان انا لازم ابقى تحت سيكه يا شباب، يعني نخلي جي تبقى تحت خالص، بعد كده سلايم، بعد كده السول ساند، بعد كده ستاند بار. اوكي يا شباب، زي ما انتم شايفين بالظبط وبنفس الطريقه اللي هو عملها. بعد كده يا شباب راح جاي هنا حاطط ريد ستون كده، اوكي، بعد كده طلع الريد ستون هنا كده. اوكي يا شباب، اتوقع ان هو كده صح، تمام. اوكي يا شباب، طيب قبل اي حاجه يا شباب، اهم خطوه تعملوها انكم هتجيبوا بعد ما خلصتوا من ستيكي بيستون تجيبوا البيستون العادي زي ما انتم شايفين البيستون العادي. ليه؟ لان البيستون العادي هتحتاجوا منكم تنزلوا اللي هي البيستون جيل تحت. بصوا يا شباب اعلمكم ازاي، زي ما انتم شايفين بالظبط كده. بعد كده تحطوا ستيكي بيستون بالطريقه ديت، بعد كده تقوموا حاطين مثلا هنا اي بلوك تريد ستون بقى، اهم حاجه تكون شغاله او ليفر اي حاجه، عشان المهم ان انت تخلي الستاند بار ينزل تحت. بصوا يا شباب نفس الطريقه دي. اوكي، هو انت ما ينفعش تنزل تحت سنه؟ اتوقع ان انا اعملها صح والله، يعني ما فيهاش غلط خالص. اوكي نجرب مره كمان، هنحط دي كده ثانيه بس. ما تتحركش نفسك، ما تتحركش حبيبي. اوكي يا شباب اتحشرت. اوكي بعد كده نجيب ريد ستون. اوكي ريد ستون، طبعا نجيب حبايه ريد ستون كبيره، يمكن مش عايزه تظبط هنا يا شباب. اوكي وهنشيل بدانه البطن. اوكي طيب، المفروض ان هو ينزل، يعني خلي عندك دم. طيب ينفع تنزل سيكا يعني؟ طب اعمل فيه ايه طيب تاني؟ اوكي المفروض ان هو ينزل تحت شويه يا شباب، مش عايز ينزل. وات بعمل له ايه طيب ده؟ اوكي لا 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 يا شباب، الستاند بار مش عايز يظبط ليه؟ اوكي طيب بص، انا عندي فكره احلى، ان انا اجيب بلوكات عاديه بحيث ان هي ممكن تكون واقفه على البلوكات. يا شباب انا اجيب بلوكات عاديه. اوكي بعد كده كده اهو، انا بصوا ظبطت. اوكي ممكن كده، استنوا يا شباب. اوكي ثانية، اوكي لتحت بقى، لتحت يا عم الحاج، لتحت. لا لا ايوه الله عليك يا كبير. اوكي بعد كده نقوم حاطين واحدة كمان. اوكي يا شباب، بعد كده نقوم زقين كده. ايوه كده يا شباب، ايوه كده يا كبير يا ام كامل. ايوه يا شباب، مخ هنا، مخ هنا، هنا ده مخ يا شباب. اوكي اتوقع ان هي كده نزلت. نزلت صح. اوكي يا شباب، بعد كده نقوم حاطين دي كده. اوكي طبعا البلوكه دي عشان تحطها لازم تتحط بستيكي بيستون يا شباب. اوكي زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه اللي انا بعملها دي بالظبط يا شباب. هتجيبوا الريد ستون برضو، تقوموا شايلين مثلا الدرت ده وتحطوه هنا. اوكي تقوم دي واقعه والخدعه تكون باظت. اوكي يا شباب اتوقع انا في حاجه انا عاملها غلط، هو انا كنت ماشي صح لحد دلوقتي ولكن في حاجه انا عاملها غلط. اوكي انا عارف ايه هي يا شباب وان شاء الله اظبطها دلوقتي. فبسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بعد كده نقوم جايبين كده، نطلع كده ام كامل ونطلع واحده كمان بحيث ان احنا ما نعطلش نفسنا. ام كامل طولت انت صح. اوكي انا اسف شباب ولكن الخدعه تقريبا متعبه شويه. اوكي يا شباب بعد كده نقوم حاطين يا اخي ليه 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 وانا غبي قوي كده. اوكي يا شباب انا حاطين ريد ستون كده، والله غبي، انا مش بقول لكم ان انا غبي. اوكي يا شباب بعد كده لا المفروض نزقها مرتين بقى يا شباب، انا بقى كده فهمت. اوكي هنزقها مرتين يعني دي تتزق لتحت خالص. اوكي كده استنوا كده، ايوه كده يا شباب، ايوه كده في ايه يا كبير. اوكي يا شباب كده كده، بعد كده نشيل دي كده، ايوه كده، ايوه كده يا شباب. البس البس يا كبير، الله عليك يا مكامل. اوكي يا شباب انا اسف والله انا اسف، انا عارف ان انا طولت بس هنعمل ايه يا شباب زي ما انتم شايفين. اوكي بعد كده نقوم قافلين دي كده كلها ونحط بيرش بليت او ليفر بقى، بس اهم حاجه بيرش بليت يكون احسن. بصوا لا اللي طلعه فوق ده، لا يا شباب. بصوا انا تقريبا مش عارف اظبطها لكن انتوا فهمتوا الفكره وشفتوا اتعملت ازاي، فاللي هيعرف يعملها يبعت لها على الانستجرام. والله انا كنت ماشي صح والله. طبعا ودلوقتي جينا بالخير على الاخيره من اغرب خير على التيك توك. طبعا زي ما انتم شايفين يا شباب عامل المنطقه حوالينا كلها تي ان تي، بعد كده زي ما انتم شايفين تقريبا هو هيرز بين ايرون جولم، ولكن هيعمل في ايه في الايرون جولم ده اللي احنا هنشوفه دلوقتي. طب يا شباب زي ما انتم شايفين هيرز بين ايرون جولم عادي جدا، بعد كده حط له تحتيه بوت او قارب لا هيطير، هيطير صح؟ واو لا 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 جميله، لا دي جميله يا شباب. شوفوا انتوا عارفين يعني ايه الايرون جولم ده يطير. الايرون جولم طبعا تقيل وانتوا عارفين ان هو من حديد، ولكن يطير الطيره ديت مش طبيعيه جدا. دي اللي احنا هنجربها، ما اتوقعش ان هي تظبط، حاسس ان هو مستخدم مودات شويه لان زي ما انتوا شايفين في بلوكات كده مختلفه، ولكن دي تقريبا من الاصدار الجديد مش عارف والله، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. يلا بينا نجربها، ليتس جو.
اوكي يا شباب، طبعا دلوقتي هنجرب الخرعه الاخيره من اغرب خرعه تيك توك. طبعا الخرعه دي رهيبه جدا وعجبتني الصراحه، ولكن اتوقع ان هي مدات للشباب لان الاصدار الجديد دورت على البلوك ديت وما لقيتهاش خالص. فدلوقتي اللي احنا هنعمله يا شباب، هنعمل مكان بحيث ان احنا نحط فيه ميه عشان نطير الايرون جولم. طبعا هنعمل مربع زي ما انتم شايفين بنفس الطريقه ديت، يكون مربع مش شرط يكون كبير، بس اهم حاجه عشان نعرف نحط فيه التي ان تي. اوكي يا شباب، طيب دلوقتي في النص هنا، في النص هنا كده يا شباب هنحط كده. اوكي دي بقى دي الاساس يا شباب. اوكي دي الاساس اللي هنرسم فيها الايرون جولم. يعني بص هتحطه كده، بعد كده يا شباب كده كده كده، دي المنطقه اللي هيترسم فيها الايرون جولم. طبعا هنا نحتاج ووتر او ميه يا شباب، لان هي الميه اللي هتظبط معانا الاداء بحيث ان ما تخليش التي ان تي يدمج الايرون جولم. طب هنحط الميه كده. اوكي اوكي يا شباب اوكي، بس لازم تكون متساويه، عارفين لو حته زي كده لا تشيلها، لان ده كده ممكن تبوظ لك ام الدنيا، وتقريبا هي مش هتتشال، فالموضوع هيبقى عادي يا شباب. اوكي فطبعا دلوقتي اللي احنا هنعمله هنحط تي ان تي على الجناب من هنا. اوكي المفروض ان هي تتحط بسبونسر، ولكن احنا ممكن نشغلها من غير سبونسر، بس حاسس ان الموضوع هيبقى وحش شويه، فممكن نجيب ديسبنسر يا شباب ونعملها. اوكي ديسبنسر، لان الديسبنسر انتوا عارفين بيحاول ان هو يظبط الحاجه على قد ما يقدر، وهو ده اللي احنا هنعمله دلوقتي. اوكي نحط ديسبنسرات كتيره كده للمكان كله يا شباب، ديسبنسرات. اوكي تمام 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 تمام. اوكي نبدا ان احنا نحط بقى التي ان تي. عايزين نحط كميه، عايزين تحطوا كتير، عايزين تحطوا شويه، دي حاجه بتاعتكم انتوا وهي اللي هتفيدكم. يعني احنا ممكن ما نحطش كتير لان كده كده هينزل واحده بس. اوكي فمش هنحط كتير يا شباب، كل واحده كده هنحط لنا مثلا ثلاثه، ولان انا هنجربها في كذا حيوان ولكن مش كتير، هو الايرون كولوم ممكن نجرب في الزومبي او مثلا، شوفوا عايزين تجربوها في مين ونجربها فيها يا شباب. اوكي فيلا نحط تي ان تي. تمام اوكي نحط في الديسبنسر الاخير هنا، هنحط هنا تاني برضو معلش عشان تظبط يعني. اوكي بعد كده هنحط الريدستون بقى من فوق، عايز تحط الريدستون من فوق من تحت عادي، بس لو تحطه من تحت هتقفل المنطقه كده. طبعا انا ما شفتش الخدعه ما كانتش معموله كده نهائيا، ولكن انا بحب اتفلسف وحاسس بعد الفلسفه ديت مش هعرف اعملها صح يا شباب، هو ده اللي انا بتوقعه. طيب طيب يلا دلوقتي. اوكي اوكي تمام الحته الاخيره، بعد كده نحط بقى الريدستون كده، نملى المكان ده ريدستون. اوكي على الاخر، املى كله على الاخر يا شباب، اهم حاجه الريدستون دوت يكون متوصل ببعضه بحيث ان انت لما تيجي تفرع التي ان تي كله مره واحده يتعمل، مش حته لا وحته لا. اوكي بعد كده لا الديسبنسر ده فاضي عادي يا شباب عادي. اوكي بعد كده هنا نحط بقى مثلا ايه الليفر، او ممكن نخليه برش بليت اي حاجه، المهم الليفر يكون كويس برضه. فدلوقتي احنا جاهزين ان احنا نرسبن ايرون جولم، ولكن هنحط قارب بحيث ان هو ينزل في القارب يا شباب. ف 3 2 1 اوكي اتوقع ان هو نزل كده في القارب. اوكي انت نزلت في القارب ولا لا؟ لا والنبي انزل في القارب، والنبي والنبي في القارب في القارب في القارب في القارب. اوكي اوكي طب بص انا هخليه انا في القارب كده. اوكي بس بس كده يا شباب، هنجرب مره 3 2 1 انا مش عامل حاجه غلط. اوكي تقريبا ريدستون لازم يبقى هنا تقريبا يا شباب. لا 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 اوكي 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 ريلاكس ريلاكس يا كامل، انت ماشي صح وكل حاجه تمام. اوكي تمام هنحط ريدستون هنا. يلا 3 2 شغل الليفر، فين الليفر؟ اوكي يلا ايوه يا شباب ايوه، هيطير ولا ايه؟ شكله هيموت. واي طار يا شباب طار يا ابن الذين لعيب. اوكي اوكي طبعا جربها في مين؟ تجربها ايه رايكم في الكريبر؟ يلا نجربها في الكريبر. يلا انت انت كده انت نجحت معانا، ويلا الحريه ليك. استنى كسرك دي، الحريه ليك. يلا شوف انت رايح فين. يلا شباب هنجربها في الكريبر. يلا اوكي بص هنحط المركب، بعد كده نيجي من الجنب من هنا كده. لا لا مش عايز انط انا فوق بتاع كده، نطلع هنا كده يا شباب كده، بعد كده نيجي على المركب كده ونحط الكريبر. اوكي اتوقع ان كده الكريبر ركب في المركب. لا يا كريبر ايوه ركب يا شباب كده، الكريبر ركب. يلا 3 2 بص الايرون جول ما عايز يموته. اوكي 3 2 1 اوكي اوكي يا شباب هيطير ولا ايه؟ ده هيطير صح؟ ليتس جو. لا 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 طب بص طب بص ايه رايكم بقى؟ انا الاخير بقى ده مات يا شباب، الايرون جول مستحمل شويه انما ده مات. اوكي يا شباب ايه رايكم بقى نجرب دي في انا يعني، تتوقعوا هتظبط معانا ولا لا؟ يلا بينا نجرب. اوكي بصوا 3 2 1 نركب. اوكي يا شباب اوكي اوكي 3 2 1 طب هعمل جيم مود سرفايفل والنبي وتظبطي. اوكي طب هعمل جيم مود سرفايفل يا شباب. اوكي اتوقع ان انا عشان ما عملتش جيم مود سرفايفل. لا 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 يا شباب خربت خربت خربت، تخريب 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 تايم تخريب تايم تخريب، خلاص خلصنا الخدعه بدانا نخرب. اوكي يا شباب لا 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 اظبطي اظبطي. اوكي اوكي تمام تمام ولا كان حصل اي حاجه يا شباب، الموضوع بسيط جدا وسهل كده يتحل اهو. اوكي اوكي طيب رجعنا. يلا بقى دلوقتي هنرجع سلاش جيم مود سرفايفل سلاش جيم مود سرفايفل. اوكي يا شباب يلا 3 2 1
بص انا عملت ايه. اوكي يلا يا شباب 3 2 1 ليتس جو. تقريبا بتظبط مع المركب طارت وانا ما طرتش ليه بقى كده. اوكي يا شباب فضلنا قصة الحلقة. اتمنى تكون حلقة النهاردة عجبتكم. زي ما شفتم جربنا 5 خدع من اغرب خدع التيك توك. اتوقع ان نصهم ظبطوا او لا. جربوهم على الكمبيوتر وعلى الجوال. اللي هيجربهم طبعا يعمل لي منشن على الانستجرام قدامك على الشاشة. ما تنساش لايك والاشتراك. عايزين نوصل المقطع ده 100,000 لايك 150,000 لايك اللي انتم شايفينه صح هيعملوه. وبس اشوفكم على خير في الدنيا. ما تنساش لايك واشتراك. بس في سوا ميك مليون جيش لا يخاف من الحروب محبوب من الصغار عشان كده خاطف القلوب. ميك مليون احنا سوا عيلة مش جمهور بيكو بنصنع المتعة بنعمل من الضحكة فنون. ميك مليون.